أنا متحدينا الكرام، مرحبا بكم لمتحدد حلقة جديدة من برنامج الحوار على الأردن العربي. اليوم يشرفنا جدا أن نستضيف جاسم حنون خبير الأمن ليتحدث معنا عن الوضع في العراق، خاصة بعد رحلته على داعش في البلد. أستاذ مرحبا بكم، أهلا وسهلا. أهلا ومرحبا بكم، شكرا على هذه الدعوة الكريمة. أستاذ، أولا بعد إعلان النصر على داعش شهدت المحافظات المحررة هدوءا نسبيا، لكن الآن نرى أن هناك تراجعا في هذا الهدوء، فما سبب ذلك؟ شكرا جزيلا. طبعا بلا شك العمليات العسكرية التي جرت في المناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش هي حررت بشكل كامل من الجنب العسكرية، لكن لم تنتقل القطاعات العسكرية إلى الجانب الأمني، وهو الذي يكون معني بالملاحقة والمتابعة والتطهير وكذلك كل ما يتعلق بحالة الاستتباب الأمني. هذا الأمر الذي جعل من عناصر التنظيم أن يختبون في أماكن وقاموا بعمليات أخرى ما بعد عمليات التحرير في تلك المناطق، هذا جانب. الجانب الآخر، الظروف التي جعلت من هذا التنظيم أن يكون متواجدا في تلك المناطق لا يزال أيضا موجود. نتكلم عن أي إرهاب في كل العالم، إن توفر هنالك عاملين، الأول الفساد ستجد أن هنالك إرهاب وكذلك الحاضن. في تلك المناطق يوجد فساد وكذلك يوجد حاضن، وأنا باعتقادي لم نعالج الأمور من جذورها بشكل كامل ومطلق حتى نستطيع أن نصل إلى حالة الاستتباب الأمني. القطاعات العسكرية لا يمكن لها أن تفرض الأمن في تلك المناطق، نحن بحاجة إلى أن تكون هناك تعاون من الأهالي، تجريد تلك المناطق من كافة الأسلحة، عدم إشاعة الأفكار الراديكالية المتطرفة، وكذلك تقديم الخدمات وتوفير يعني النزر اليسير من العيش الكريم أو كل ما يتعلق بالحياة العامة في تلك الأماكن. أضف إلى هذا الموضوع هنالك إهمال كبير من قبل المؤسسات الخدمية في تلك الأماكن وكذلك الأمنية. نحن اليوم تكلمنا عن نصر وتحرير جغرافيا بمقدار 170 ألف كيلومتر مربع من مساحة العراق، أي ثلث العراق، وكذلك استطعنا أن نجرد تنظيم داعش من 5 مليون دولار كان يحصل عليها من تلك المناطق، وهي تهريب النفط والآثار وكذلك فرض الضرائب والأتاوات على الناس في تلك الأماكن، وأيضا مصانع التفخيخ وكذلك مراكز الاتصالات وأيضا مقرات القيادة والسيطرة وكل ما يتعلق بهذا الأمر. القضية الأم الأهم في كل الانتصارات التي حصلت بالعراق أن القطاعات العسكرية العراقية استطاعت أن تضرب هيكل التنظيم، أي أنها قامت بقتل أغلب يعني مؤسسي التنظيم من أصل 42 مؤسس إلى تنظيم داعش والذين ينتمون إلى تنظيمات إرهابية مختلفة، استطاعت أن تقتل 38 شخصا وألقى القبض على أكثر من 6000 مقاتل في تلك الأماكن. لكن الأمر لم ينتهي بالجانب الأمني، لم نتبع قاعدة البيانات التي حصلنا عليها، لم نوحد الجهد الاستخباري في تلك المناطق، لم نجعل المناطق المحررة في تلك المحافظات بغرفة عمليات واحدة. حالة الركون والهدوء تعطي فرصة إلى تنظيمات إرهابية بشن الهجمات مرة أخرى على الأهداف الساكنة. لكن اليوم عندما نتكلم عن التنظيم حال ظهوره في حزيران من عام 2014 يختلف تماما عن اليوم. نتكلم تلك المناطق انتمى إلى التنظيم أكثر من 380 ألف مقاتل، اليوم نتكلم عن فرادة أو بالعشرات يقومون بعمليات يعني هنا وهناك، نصب سيطرات، ضرب الأهداف الساكنة، ضرب الأهالي، ضرب المدنيين، ضرب الأسواق، اختطاف، يعني قد تكون عمليات إرهابية بطابع جنائي في تلك الأماكن. أي لا نتكلم عن تنظيم يقوم بعمليات كبيرة وواسعة وشاسعة، هذا المختلف بالأمر، لكن نحن نطمح الأكبر والمزيد من هذا الموضوع. وأنا باعتقادي كمراقب للشأن الأمني ومن خلال متابعة الميدانية على مدار 4 سنوات إلى هذا التنظيم وتغطية كل المعارك إعلاميا، أجد أن هنالك قصور أو هدوء حصل ما بين الانتقال من الجانب العسكري الذي يعتمد على الطائرة والدبابة والأسلحة الثقيلة إلى الجانب الأمني، وهو ما يعرف بالأمن الناعم، وهو متابعة المعلومات وكذلك ملاحقة عناصر التنظيم حتى لا تعطيهم فرصة زمنية بالتحاق بعضهم البعض ومن ثم يشكلون كتلة قتالية أمام القطاعات العسكرية الساكنة أو الأهالي أو الأبرياء.
أستاذ، هل الناس دول قال إن الحالية نايمة لداعش استدعت في المحافظات المحررة من إعادة أوراقها وبدأت بشن هذه الحملات؟ نعم بكل تأكيد، يعني اليوم هذه الخلايا النائمة اللي تكلم عليها بالأمس هي اليوم خلايا نشطة واستطاعت أن تتخابر مع بعضها البعض والتحقت واستطاعت أن تشكل يعني ملاذات لها ومواقع لما تعرف بمسارح العمليات، وكذلك لديها مخازن واستطاعت أن تذهب بعيدا عن أنظار القطاعات العسكرية العراقية. هي اليوم تتمركز في مناطق مهمة جدا في العراق، يعني أتكلم لك عن سلسلة جبال حمرين التي لم تصل إليها القطاعات العسكرية العراقية منذ ثمانينات القرن الماضي. نتكلم عن سلسلة جبال مكحول، وهي منطقة رابطة ما بين يعني كركوك وديالى وكذلك صلاح الدين. هذه المنطقة خطرة جدا لأنها تعتمد على الخطوط النيسمية، على السلسلة الجبلية، على المناطق الصحراوية، وتقوم بالعمليات في داخل المناطق والمدن. اليوم تكتيك داعش اختلف تماما. داعش لا يريد أن يمسك جغرافيا مرة أخرى، لا يريد أن يحتل المناطق، يريد أن يقوم بأعمال إرهابية ومن ثم يعود إلى المناطق التي يعتقد بأنه آمن في تلك الأماكن. هنالك نعم التحاق للخلايا وهنالك نشاط لها، وكذلك وفرت الكثير من المعدات والمستلزمات لهذا العمل، لكنها ليست بالمستوى الذي من الممكن أن يكون يعني مخيفا أو مقلقا إلى يعني المؤسسة العسكرية، لكنه من الممكن أن يكون مقلقا وكذلك مرعبا ومجرما أمام الأهالي والأبرياء في تلك الأماكن. أستاذ، لماذا يركز داعش الآن على كركوك برأيك؟ بطبيعة الحال هذه المنطقة شهدت صراعات كبيرة جدا يعني منذ أربعينات القرن الماضي. هناك صراع عربي كردي في تلك الأماكن، وهذه المنطقة فيها تنوع جغرافي وكذلك ديموغرافي ما بين العرب والكرد والتركمان وكذلك بعض الأقليات الأخرى أو المكونات الصغيرة في تلك الأماكن. أنا باعتقادي واحدة من القضايا التي انتفع منها تنظيم داعش واستغلها هو حالة الفتور وعدم يعني التنسيق العالي ما بين القطاعات العسكرية الكردية المتمثلة بالبيشمركة وكذلك القطاعات العسكرية الاتحادية المتمثلة بالجيش العراقي وجهاز مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية. قد يكون هنالك غض نظر من قبل الجانب الكردي على بعض التنظيمات الإرهابية، وتحديدا أن هذه المنطقة عندما تم تحريرها، وأنا أتكلم عن الجنوب الغربي من كركوك، طبعا مركز المدينة كركوك كان مسيطر عليها من قبل قوات البيشمركة، لم يحتلها تنظيم داعش، لكن الذي تم احتلاله في تلك المناطق ما يعرف بمناطق الحويجة والرشاد والرياض والعباسي وكذلك مكحول ووادي زيتون، وهذه المناطق التي هي كانت في الجنوب الغربي من محافظة كركوك. هذه المناطق عندما تم تحريرها هرب 3000 مقاتل من تنظيم داعش إلى قوات البيشمركة، ولم تسلمهم إلى الشرطة إلى القوات الاتحادية العراقية، أي أن من الممكن أن يستخدموا في أوقات أخرى. حالة عدم التنسيق ما بين القطاعات العسكرية العراقية والكردية أعطت فرصة لتنظيمات داعش بأن تلعب هذه الورقة وأن تكون ناشطة في تلك الأماكن. هذا جانب. الجانب الآخر، هناك بعد سياسي بهذه القضية. البعد السياسي، الجانب الكردي يعتقد أن هذه المنطقة منطقة كردية ويجب أن تضم إلى أقليم كردستان، فهو من الممكن أن يفكر أن تتدهور الحالة الأمنية فيها، حتى يقول عندما كانت تحت أمرتي وسيطرتي في تلك الأماكن أنا كنت فارضا إلى الأمن، وعندما جاءت القوات الاتحادية انفرطت الأمور ولم تستطع أن توفر الأمن. والجانب الاقتصادي الأهم بهذا الأمر، نتكلم عن هذه المدينة مدينة نفطية ضخمة جدا وكبيرة، وتصدر يوميا بقرابة 750 ألف برميل إلى تركيا عن طريق ميناء جيهان من المناطق الشمالية، وأيضا هذا يعد في حد ذاته صراعا. أتكلم لك عن 750 ألف برميل يوميا، أي ثلث صادرات العراق في تلك المنطقة. عوامل عدة، اقتصادية، سياسية، أمنية، ديموغرافية، كذلك سكانية، تعتمد على يعني الصراع الداخلي. من الممكن أن ينتج صراعا مسلحا قد يكون متبنى من الآخر لكن ليس بطريقة مباشرة. أستاذ، على كثير من المحليين السياسيين والأمنيين يرون أن تحرير المناطق المحيطة بداعش كان سريع جدا ولم تؤمن حتى المناطق 100%، هل توافق عليهم؟ أتفق تماما. نعم، معركة الحويجة واحدة من أسهل المعارك التي لم تستطع القطاعات العسكرية العراقية
أن تمسك عنصرا واحدا من عناصر تنظيم داعش، أي أنهم هربوا إلى السلسلة الجبلية التي يعني ذكرتها في بعد المقابلة، وهي سلسلة جبال حمرين، المناطق الكبيرة جدا والواسعة، وكذلك إلى مناطق أخرى. والبعض الآخر سلم نفسه إلى يعني قوات البيشمركة من الشمال من منطقة الحويجة، ما يعرف بمنطقة آل أبو حمدان، إلى قوات البيشمركة. وتحديدا أن هذه المنطقة هي آخر منطقة شهدت عمليات عسكرية في كل المناطق المحتلة. طبعا هنالك أيضا قضية، وهذه لي أول مرة أذكرها، هذه المنطقة أول منطقة أتكلم عن الحويجة التي شكلت فيها سرية الانتحاريين في العراق، وأول منطقة شكلت فيها كتيبة الانغماسيين في العراق، وأول مدينة شهدت خيم المعتصمين، أي المعترضة على النظام السياسي في العراق، أي أنها مدينة ذات طابع توتري بامتياز، واستغلها التنظيم بتشكيل هذه التنظيمات الإرهابية. وعندما هرب إلى مناطق أخرى فهي يعتقد أنه سيعود إليها، لكنه استطاع بشكل أو بآخر أن يقرأ الساحة بشكل جيد، أن القوات العسكرية العراقية قادمة إلى تحريرها، ومن ثم لا يريد أن يعطي خسائر فيها، فانسحب. أنا باعتقادي لأن المعركة بدأت في الساعة 7 صباحا وانتهت في الساعة 4 عصرا، أي أن أسرع معركة حصلت في كل المناطق التي شهدناها في كل العراق. وسادة، نرى أن مناطق الحويجة ورياضة دائما ما تعتوي على تواجد لعناصر داعش، وغالبا ما يكونون متقفين مع الأهالي، فكيف يمكن القضاء عليهم؟ سيدتي، حقيقة القضية مركبة في تلك الأماكن. داعش عندما يجد حاضنا من الأهالي ويستطيع أن يوفر الإمكانات التي لديه من أسلحة وكذلك مقاتلين محليين وعجلات، ويستطيع الاختباء، يقوم بهذه العمليات. هذه المنطقة لا تزال يعني تعتقد بفكر داعش إلى حد كبير، وأيضا لديها يعني مشكلات، يعني تورط بعض أبنائهم، بعض أبناء عشائرهم في تلك الأماكن، ولا يريدون أن يسلموهم إلى القوات الاتحادية في تلك الأماكن، ومن ثم تستغل بهذا الموضوع. داعش لديه قراءة واضحة للظروف العسكرية والأمنية وكذلك السياسية بالبلد، وهذه المناطق من المناطق التي من الممكن أن تشهد توترات ما بين الحين والآخر، لأنها لم تعالج المشكلات الحقيقية في داخلها. يعني لا يزال هذا الفكر أنا باعتقادي موجود ما بين الأهالي وداعش وعناصر التنظيم ما بين الحين والآخر، يستطيعون أن يستخدمون هذا الفكر، لأنهم يعتقدون أن الأهالي لا يستطيعون الوشاية بهم أو إخبار القطاعات العسكرية. أستاذ، نلاحظ أن طريق الرابط بين بغداد وكركوك عدد فيه مسألة خطف المواطنين بعد أن كان مؤمنا خلال الحرب على داعش، فتعتقد ما هو السبب؟ نعم سيدتي، حقيقة موضوعة الطرقات، داعش اختلف في التكتيك في الآونة الأخيرة، بدأ يأخذ من الأهداف التي من يمكن أن تأخذ مساحة إعلامية كبيرة، يريد أن يبتز النظام السياسي في البلد، يحاول أن يستنزف القدرات العسكرية المتواجدة في تلك الأماكن. طبعا هنالك تقصير كبير من قبل القطاعات العسكرية، يعني يجب أن تنتشر في تلك الأماكن، يجب أن تبني الأبراج والدوريات الثابتة والمتحركة، وتعتمد على المصادر والطائرات المسيرة، وتعتمد على الكثير من القضايا. لكن في تلك الأماكن داعش استطاع بشكل أو بآخر أن يستغل يعني حالة السكون لدى القطاعات العسكرية العراقية في تلك الأماكن، أو بعض الإخفاقات. ما يحصل في تلك الأماكن هي ليست العملية الأولى أو الأخيرة. طبعا شهدنا عمليات في طوس خرماتو في الطريق الرابط، عندما قاموا ب يعني إحراق الناس وإنزال يعني الركاب من العجلات في تلك الأماكن وإحراقهم، قاموا بخطف العديد من المنتسبين. وآخر شيء الذي حصل في طريق كركوك ديالة هو يعني قتل 6 أشخاص في تلك الأماكن، وهذا الأمر مستمر منذ فترة طويلة. داعش يستغل الظروف، يحاول أن يقوم بعمليات لا تتجاوز 10 دقائق أو 15 دقيقة حتى لا يلفت الأنظار، لكنه يحاول أن يوصلها إلى كل العالم بأنه موجود ويستطيع أن يقوم بعمليات في تلك الأماكن. العملية الأخيرة التي قامت بها القطاعات العسكرية العراقية هي محاولة منها للسيطرة على هذه المناطق، لكن داعش غير موجود على الطرقات. داعش ينفذ العمليات في الطرقات، يعني هو يعني يقطن أو يسكن أو يختبئ في أماكن بعيدة، هذا التكتيك الذي يعتمده داعش.
في أي منطقة تجدين مسرح للعمليات ما يعرف بمسرح العمليات وهو الطريق الذي قام بخطف هؤلاء الأفراد، فهو يقوم بالاختباء في مناطق أخرى أو قرى نائية أو بعيدة. هذا التكتيك يجب أن لا نركز فقط على الطرقات، لأن الطرقات تعد مسرحا إلى العمليات، لكن أماكن تواجد داعش هي مختلفة تماما في مناطق أخرى. أستاذ حلبي، يعتقدك أن المجموعة التي تسمى غريات البي طاغية نفسها داعش لكن بمسمى جديد؟ حقيقة موضعة الرايات البيضاء هي ليست بالصحيح، يعني تنظيم أطلق على نفسه، أرادوا أن يمرروا الجرائم التي تحصل تحت مسمى إرهابي حتى لا يتهم طرف على حساب آخر. على سبيل المثال، يعني لو حصلت هذه العمليات بشكل يعني بدون تنظيم إرهابي، لاتهم الكرد تارة، لاتهم التركمان تارة، لاتهم العرب تارة أخرى، لاتهمت القطاعات العسكرية تارة. كل هذه الأشياء متوقعة وتستطيع أن تسوقها في أي شكل من الأشكال، لكن أرادوا أن يقوموا بهذا يعني التنظيم الإرهابي ويضعون كل العمليات الإجرامية تحت هذه الراية. لكن أول يوم ظهور الرايات البيض وجدنا أن هذا ليس بأسلوب لا القاعدة ولا تنظيم داعش ولا كل التنظيمات الإرهابية التي مرت بتاريخ العراق. نتكلم لك كخبير أمني وكمتابع للشأن الأمني منذ عام 2003 ولحد هذه اللحظة، داعش يعني مرت على العراق تنظيم التوحيد والجهاد وكذلك تنظيم القاعدة، وبعد ذلك جاء داعش وهي الأم التي ضمت كل التنظيمات الإرهابية تحت لوائها. لم يعتمدوا على رسومات يعني الحيوانية كرأس أسد أو راية بيضاء، أو يعتمدون على الأشياء التي بعقيدتهم هي بدع وتنافي الجانب الإسلامي الراديكالي المتطرف الذي يعتمدون عليه في الأساليب وكذلك المنهج أو البحث الديني الذي هو يعتقدون بأنه صحيح، لكنهم يتخذون منه مظلة لتمرير إجرامهم. وهذا الأمر أصبح معلوما لدى كل العالم ولكل المتابعين أن هذه التنظيمات الإرهابية تأخذ فقط ما يتعلق بالجانب الإرهابي من هذه الأمور من أجل استنزاف الناس وتضعضعهم تحت أفكارهم. أستاذ، نعرف أن هناك عمليات عسكرية في المناطق الواقعة جنوب كركوك، فممكن تشرح لنا ما هي أهدافها؟ طبعا هذه العمليات تعتمد على 3 أهداف، وهو التطهير والمتابعة والملاحقة. هذا الهدف الأول لعناصر التنظيم. الهدف الثاني هو مسك الأرض كما تكلمنا في العقد الرابطة، الخطوط النيسمية، سفوح الجبال، الوديان، كذلك الطرقات، المناطق الحاكمة، وأيضا توحيد الجهد العسكري في تلك الأماكن. الهدف الثالث بهذا الموضوع هو حالة الاستتباب وكذلك الثأر إلى الشهداء والمسك المجرمين الذين قاموا بهذا العمل الإرهابي. طبعا هذه العملية اشتركت بها قوات الجيش العراقي، جهاز مكافحة الإرهاب، الحشد الشعبي، الحشد العشائري، الشرطة الاتحادية، لواء الرد السريع من عدة محاور. أهم تلك المحاور التحقت من بغداد ومن مناطق أخرى 6 فرق عسكرية من الشرطة الاتحادية، مسكت 4 محاور. المحور الأول أنا أتكلم لك بالمناطق الجنوبية الغربية من كركوك، يعني هذا الموضوع، والشمالية من ديالة، يعني محور قرتبة وكذلك محور هيجر ومحور الآخر ما يعرف بسد شيرين ومحور آخر ما يعرف بمحور جبل ماما. هذه المناطق تعتمد على التفتيش والمتابعة والملاحقة وكذلك السيطرة على السلاح في تلك الأماكن، وحتى التفتيش المنازل يعني واحدا تلو الآخر حتى يفرغوا هذه المناطق من السلاح والذخيرة وكذلك العبوات الناسفة ومصانع التفخيخ ومصانع الصواريخ في تلك الأماكن. وهناك لديهم قاعدة بيانات يعتمدون عليها بإلقاء القبض على العناصر المتواجدين في تلك الأماكن. أستاذ، هل سيلعب الحشد الشعبي دورا في مسك طريق بغداد كركوك، خاصة أننا سمعنا أن هناك اجتماعات مع قيادة العمليات المشتركة من أجل إعطاء مهمة تأمين هذا الطريق إلى الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية؟ لا، أنا لا أعتقد هذا الأمر. أنا باعتقادي القوات الاتحادية هي من ستمسك الطرق في تلك المناطق، لأنه الجانب الكردي لا يريد أن تتواجد القطاعات العسكرية المتمثلة بالحشد الشعبي، لأنه منسق تماما مع الجانب الأمريكي.
وهنالك رفض من قبل الجانب الأمريكي أن تكون هذه المناطق تحت سيطرة الحشد الشعبي. أنا باعتقادي سيتم التنسيق بعد المطالبة من قبل قوات البيشمركة إلى تشكيل غرفة عمليات مع الجانب الأمريكي، بأن يكون هنالك تنسيق عالي ما بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة من أجل مسك تلك الطرقات. أستاذ، نرى الكثير من العمليات الإسباكية في بغداد وكذلك المحافظات المحررة وتمكن من إلقاء القبض على داعش، هل ساعد ذلك على إجهاد عمليات إرهابية؟ نعم، بكل تأكيد. اليوم عندما تلقين القبض على أرهابي تستطيعين أن تؤمنين شرورهم، لكن حقيقة لدينا الكثير من الإرهابيين الذين هربوا، وعلى لسان نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الذي قال أن هنالك أكثر من 20,000 مقاتل من عناصر التنظيم هم يتواجدون ما بين الأهالي. هذا عدد كبير ومخيف إلى حد أنه من الممكن أن يشكل خطرا كبيرا على بعض المناطق والمدن، وليس فقط على الأبرياء والآمنين ومن عامة الشعب. نتكلم عن عملية واسعة، نحن بحاجة إلى عملية واسعة تقوم بإلقاء القبض على أعداد كبيرة وليست على شخص أو اثنين أو عشرة، لأن الإرهاب في العراق أنا باعتقادي لديه جذور ويمتد إلى أكثر من منطقة، ونحن بحاجة إلى عملية واسعة على المستوى الأمني والاستخباري يكون بشكل واسع حتى نقول أننا استطعنا أن نقضي على الإرهاب بشكل كامل، لكن عملية شخص أو اثنين أو ثلاثة سوف لن تقضي على الإرهاب. وأنا باعتقادي سيقوم التنظيم في المستقبل القريب بعمليات أوسع وأكبر، لأنه يعتمد على حالة الخلاف السياسي، حالة يعني الفراغ الأمني، عدم وجود تنسيق ما بين القطاعات، يعتمد على الفساد في بعض المفاصل من المؤسسة العسكرية، وكذلك البعض منهم قد عاد مرة أخرى إلى مزاولة أعماله الإرهابية في المناطق التي يعتقد فيها آمنا، لأنه لديه حاضن ولا يمكن الوشاية به أو كذلك الإخبار عنه بالنسبة للجهد الأمني. أستاذ، شهدنا الكثير من الضربات الجوية للقوات العراقية على الحدود السورية وداخل سوريا أيضا، فكيف تم تنسيق ذلك؟ نعم، هنالك غرفة عمليات مشتركة شكلت في عام 2016 ما بين طهران وموسكو وكذلك دمشق وبغداد، تعتمد على المعلومة والجهد الاستخباري في كل هذه المناطق. سوريا طلبت من العراق وسمحت له بأن يقوم بعمليات جوية طبعا بالتنسيق مع قوات التحالف العراقية. هذا يعتمد على عمل خلية الصقور المتمثلة وأحدى من أهم التشكيلات في الاستخبارات العراقية التي تعطي المعلومات بأن هنالك تواجد لعناصر التنظيم. التنظيم عندما هرب من العراق وكذلك يعني تم تحرير تلك المناطق، هرب إلى المناطق المحاذية إلى العراق بالجانب السوري، وهي ما تعرف في المناطق بشرق نهر الفرات، أي أنه بنى هنالك مقرات القيادة والسيطرة وكذلك مصانع التفخيخ ومعسكرات التدريب وأيضا مصانع يعني إيواء المقاتلين العرب والأجانب في تلك الأماكن. العراق عندما يقوم بضربات، أنا باعتقادي ضربات مهمة جدا استطاعت أن تدرئ الخطر عن العراق بشكل كبير، لأن واحدة من أهم الضربات التي قامت بها خلية الصقور هو استهدفت مركزا للقيادة والسيطرة، ضربت مركزا للاتصالات كان يغطي كل مناطق الصحراوية من العراق والغربية، وكذلك ضرب معسكر إلى التدريب في تلك الأماكن، وأيضا قتل الكثير من قيادات تنظيم داعش في تلك الأماكن. هذه الضربات تجهض التنظيم كثيرا لأنه لا يستطيع أن يفخخ، لا يستطيع أن يدبر الأمور، لا يستطيع أن يتصل، ومن ثم تقوم العمليات العسكرية المتواجدة في غرب العراق بملاحقة عناصر التنظيم ومسكهم. أستاذ، هل ستستمر هذه الضربات الجوية برأيك؟ نعم، بكل تأكيد. اليوم دائما الإرهاب في كل مكان يجب أن تحاربه خارج الحدود. واحدة من المحاربات يعني التي تتكلم عنها اليوم هذه الضربات الجوية المهمة التي استطاعت أن تؤمن المناطق الغربية. هناك هجمات شبه يومية على الحدود العراقية وعلى المناطق الغربية وبعض المناطق التي أيضا نصب فيها سيطرات وتم يعني قتل جنود واعتقال مقاتلين مع حال نزولهم في إجازات إلى أهاليهم وذويهم، لكن حقيقة هذه الضربات أسهمت كثيرا بإضعاف التنظيم في داخل الأراضي السورية حتى لا يعد العدة والعدد بالهجمات على الأراضي العراقية.
أستاذ، أعلنت قيادة قوات الحدود عن إكمال جدار حديدي على الحدود السورية، وسيجهز بكاميرات ونوازير حرارية. هل سيساعد ذلك على منع انتقال الإرهابيين من سوريا إلى الأراضي العراقية؟ نعم سيسهم، لكن حقيقة المشروع هذا في بداياته، أنه يجب أن يكون هنالك يعني مسك للحدود بشكل كبير. نتكلم عن حدود ب605 كيلومتر، ومناطق المجاورة للعراق في مناطق عالي الفرات وكذلك شرق الفرات في الأراضي السورية في مناطق دير الزور، وهذه مناطق مضطربة وفيها عدد كبير جدا من المقاتلين. نحن بحاجة إلى أن تكون هنالك خنادق، هنالك أبراج، هنالك طائرات مسيرة، هناك كاميرات حرارية، هنالك أيضا خنادق، وأيضا يجب أن يكون هنالك دوريات على مدار الساعة وكل ما يتعلق بتأمين تلك الأماكن. ما وضعته قيادة شرطة الحدود في تأمين الحدود العراقية، هذا الأمر يعد بسيطا وفي حالات السلم وعدم وجود أي مشكلات يعني خارج الحدود، لكن حقيقة الإجراءات الأخرى التي اتخذت قبل أسبوع من الآن، هنالك تعزيزات من قبل الجيش العراقي وقطاعات عسكرية تقف ما خلف شرطة الحدود، وأيضا مدفعية في حالة وصول أي أهداف لعناصر التنظيف في تلك الأماكن، وكذلك دبابات. هذا الأمر الذي هو، لكن المرحلة المقبلة أنا باعتقادي وحسب ما وصلتني من معلومات، هنالك خنادق وهنالك كهرباء يعني أسلاك شائكة، وكذلك كاميرات وطائرات مسيرة وأبراج وكل ما يتعلق بتأمين الحدود بشكل مطلق. إن وصلنا إلى هذه الحالة سوف نكون في مأمن من الحدود العراقية السورية التي هي تشكل حاليا الخطر الحقيقي على المناطق الغربية من العراق. أخيرا أستاذ، دخل العراق الآن في فراغ دستوري، هل سيشكل ذلك خطرا على الحياة المدنية في العراق؟ إطلاقا لا يوجد هناك شيء يشكل خطرا على الحياة المدنية. الإجراءات التي قامت بها يعني المفوضية المتمثلة بانتداب قضاة لإدارة شؤون الانتخابات والعد والفرز وكل ما تمخض من هذه الانتخابات من إشكالات وطعون سوف لن تؤثر أطلاقا على الحكومة العراقية. هنالك ضمانة إلى سير العمليات يعني الحياتية بشكل كامل، وكذلك تأمين الرواتب وكل ما يتعلق بالوقود والخدمات الأخرى. الحكومة العراقية تتمتع بكافة الصلاحيات وفق الدستور، لا يوجد هنالك شيء اسمه حكومة تصريف أعمال أو ما شاكل ذلك، هي تستطيع أن تؤمن. إضافة إلى هذا الأمر، في الدستور العراقي تمنح الحكومة العراقية في كل الظروف صلاحيات مطلقة بالنسبة إلى الملف الأمني، الجنبة العسكرية والأمنية، ناهيك عن الملف الخدم الآخر الذي هو يعني يوازي الصلاحيات المطلقة. لا خوف على المدنيين، لا خوف على سير الحياة اليومية، وكذلك أيضا الصلاحيات مطلقة بالنسبة إلى أي خطر يداهم العراق على مستوى الحروب أو الهجمات الإرهابية. ما حصل في البرلمان عند انتهاء ولايته في يوم 30 حزيران من هذا العام هو فقط فراغ تشريعي وليس دستوري، يعني ما يشاع بالفضائيات وكذلك في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي هو خطأ، فراغ تشريعي أن هذه المؤسسة لا تستطيع بهذه الفترة أن تشرع أو تراقب. من الممكن البرلمان المقبل حال انعقاده بعد انتهاء عمليات العدو الفرز يقوم بمراجعة الأداء الحكومي منذ يوم 30 من حزيران ولحد يوم تسنمه أو انعقاده في الجلسة الأولى. فلا خوف أطلاقا على موضوع الحكومة، لأنها كاملة الصلاحيات ومشكلة وتجتمع كل يوم انعقاد لمجلس الوزراء، وأيضا تدير أعمال البلد بشكل واضح يعني وصريح. أستاذ، شكرا جزيلا على قبول هذه المقابلة. شكرا جزيلا لكم على هذه الدعوة الكريمة والطيبة. شكرا المشاهدين الكرام، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة. شكرا على المتابعة، وإلى اللقاء.